الجهه اليمنى قسمي فهم الهدف حسين متلف يضيف الهدف الثاني ويتأهل المنتخب الجزائري للدور النصف النهائي. بعد اول كره لمسها احمد قاسم انطلق وتوغل وتمكن من تمرير كره من على طبق ناحيه حسين متلف الذي يسجل الهدف الثاني بامتياز. هكذا انتهى الامر، كان ممكن ان ينتهي من زمان من زمان، يعني في الشوط الاول او في بدايه الشوط الثاني. فهم ثانيه هو الذي يوزع على طبق لمتلف، اربع لاعبين جزائريين امام الكره، الخامس كان هو اللي مررها لزهر حجايسة ناحيه قاسمي بدوره لفهم يوزع ناحيه الثنائي سوداني وحسين متلف يسجل هدف.